أحداث متسارعة وتقارب واضح تشهده العلاقات السعودية الإيرانية، فبعد قطيعة دامت 8 سنوات يستعد أول قنصل إيراني لممارسة نشاطه الدبلوماسي على أرض جدة، كما سيشهد البلدين الأسبوع القادم محادثات لاستئناف الرحلات المباشرة بين طهران والرياض. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بأن القنصل العام الإيراني في جدة حسن زرنكار قدم أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية السعودية ليبدأ بمهامه كأول قنصل عام لإيران في جدة بعد 8 أعوام. وكان الدبلوماسي الإيراني زرنكار قد عين قبل نحو شهر من قبل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بصفته قنصلا عاما للجمهورية الإسلامية في جدة. وأكد رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية نقلا عن موقع الخليج الجديد عدم وجود أي قيود تتعلق بإطلاق رحلات طيران مباشرة بين مدن إيران والمدن السعودية المختلفة، لافتا إلى انطلاق مفاوضات الأسبوع المقبل لاستئناف تيسير رحلات جوية مباشرة بين طهران والرياض. أورد موقع العربية أن هذه الخطوات ستساهم بشكل جدي وعملي في تعميق العلاقات السعودية الإيرانية التي بدأت بوادرها منذ الإعلان عن اتفاق بكين بين إيران والسعودية، ورسختها الزيارات المتبادلة وأكدتها تصريحات الطرفين خلال المؤتمر الصحفي المشترك. فوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد حرص المملكة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران، وأعرب عن رغبة بلاده الجادة والصادقة لتعزيز الثقة المتبادلة معها، وتأكيداً على الرغبة الصادقة وجدية الطرفين في تنفيذ بنود الاتفاق التي تعود بالنفع على البلدين. وفي المقابل أكد عبد اللهيان أن العلاقات بناءة وتسير في اتجاهها الصحيح مع رفع مستوى التعاون والتنسيق، وقال: نحن متفقون حول أهمية تشكيل لجان سياسية واقتصادية وحدودية مشتركة، سنمضي قدماً باتجاه التنفيذ. وقال السفير الإيراني لدى المملكة إن العلاقات بين البلدين قد تطورت بنحو إيجابي، وأن إيران والسعودية قادرتان من خلال التعاون الثنائي وانطلاقا من الآفاق المستقبلية بعيدة المدى والطاقات المتاحة لديهما على بناء قاعدة للتعاون الجماعي بعيدا عن التدخل الأجنبي في المنطقة. استأنفت السعودية وإيران عملهما الدبلوماسي بالتوقيع على بيان مشترك برعاية الصين في 10 آذار العام الماضي، لكن البلدين لم يقفا عند ذلك الحد، فقد استمرت اللقاءات والمباحثات لتعزيز وتعميق سبل التعاون بين البلدين، مما قد يؤثر بشكل كبير على مسار الأحداث في المنطقة.